بسم الله الرحمن الرحيم. إلى المسؤولين بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بكندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكركم أحرار الجالية الليبية بكندا وهم واثقون بالله بأن الليبيين لن ينسوا شهداءهم الذين ارتقت أرواحهم نتيجة طغيان وبغي شيوخكم المتربعين على سدة الحكم بدولتكم. لذلك فإن ليبيا وشعبها الحر لم يغفلوا عن تسجيل وتوثيق الجرائم التي ترتكبها ساستكم، التي يرتكبها ساستكم وترتكبها أجهزتكم الأمنية والعسكرية بحقهم. وسيتم جلب أولئك المجرمين يوما للمثول أمام القضاء الليبي والقضاء الدولي مهما على شأنهم وعلت مراتبهم. وإن حالف البعض منهم الحظ في الفرار فإننا سنقف أمامهم لنشكوهم للقضاء الإلهي العادل عند رب عزيز جبار ذو انتقام. الله أكبر. اليوم ونحن نذكركم لنقيم عليكم الحجة في وقفة لوفدنا أمام سفارتكم، نقول لكم أننا في ليبيا لسنا أعداء لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولسنا أعداء لشعبها الذي تربطنا به أواصر أخوة عبر تاريخ دولتكم القصير، ذلك التاريخ الذي حضره الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، والذي حافظ فيه على دولة تدعم دول العالم في الشدائد. وإذا بشيوخكم وساستكم الحاليين يقلبونها لدولة تتزعم إرهاب الدول وإرهاب الشعوب التي تتطلع للحرية وترجو النماء لدولها. وأخيرا نذكركم بأن ليبيا بإذن الله ستكون قوية بأبنائها مهما كدتم لها، وأن الشعوب في منطقتنا العربية بما فيها دولتكم لن تنتظر الطغاة الذين يحكمونها طويلا حتى يصلحوا من أنفسهم. فلا تركنوا لأوهام طغيانكم ووعود من يؤيدونكم ويدعمون جبروتكم في هذا العالم، وننصحكم أن تصلحوا من أنفسكم وأن تتصالحوا مع شعوبكم ومع الشعب الليبي وشعوب العالم العربي قبل أن يجرفكم شعوبكم كما جرف الليبيين طغاتهم. فالفرص دائما موجودة لزرع السلام، ولكن الوقت لتلك الفرص قد يكون قصيرا جدا. فانتبهوا، حررت بمدينة أتوا بكندا بتاريخ 16 يناير 2020 أحرار الجالية الليبية بكندا. الله أكبر. 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 ال